فبهذه المناسبة العزيزة وهي اندلاع ثورة أول نوفمبر، اليوم نحتفل بذكرى 67 لهذه المناسبة. أرتأت الولاية وكباقي الولايات توزيع سكنات بمختلف السياق، توزيع مفاتيح لهذه السكنات لعدد 1162 وحدة سكنية، منها 1122 وحدة سكنية من صيغة السكن السكن العمومي الإيجاري، و40 وحدة سكنية بصيغة الألبيا وهي السكن العمومي التلقوي المدعم، بمجموع 1162 وحدة سكنية. على مستوى الوطن سيتم توزيع أكثر من 90,000 وحدة سكنية، وهذه الحصة التي ستوزع على مستوى ولاية شلف. وهناك سكنات متبقية هي اكتملت بها الأشغال وبقيت فقط إجراءات إدارية وهي منتهية، وستوزع إن شاء الله في شهر ديسمبر لهذه السنة الجارية. وحده سكنيه كبيره رغم المشاكل والعراقيل المعروفه على مستوى المنطقه، لا سيما مشكل العقار، تذليل كل الصعاب وكل العقبات سمحت لنا اليوم باستلام هذه الحصه. الحمد لله نقدر نقول اننا في اريحيه بالنظر الى 80 حتى 90% من البرنامج، كل البرنامج الذي كان متاخرا قد انطلق، فنرتقي باستلام حصص اخرى قبل نهايه السنه وحصص أخرى أيضا خلال سنة 2020. الشيء اللي هو ملاحظ أن الولاية استفادت من 400 حصة سكنية خلال أسبوع الفارط فقط من برنامج 2021، وهذه إضافة أيضا نلتقي بتوزيعها على 3-4 بلديات إن شاء الله، وتكون إضافة أيضا لتخفيف العبء على المواطنين. الحمد لله اليوم كانت مناسبة تاع تسليم مفاتيح السكن الاجتماعي، أنا استفدت من السكن الاجتماعي، راني فرحان بالبزاف، إن شاء الله الفرحة تعم كاع المواطنين، إن شاء الله اللي مازالوا ما استفادوش إن شاء الله كما يقولوا كيف منحوا لهم سكن في أقرب وقت. الله يبارك فيكم، والله يشدنا في الدائرة تاعتنا. وربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يحفظ لنا بلادنا. فتح سكن اجتماعي، نشكره جزيل الشكر، نظم هذه الاحتفاليه من اجل ان يقدم لنا المفاتيح.